تصدير من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، وإن شاء الله هنبدأ في مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة بقرض من البنك 15 مليون جنيه من البنك الأهلي. طبعا القرض ده مستو متعددة، طبعا الفايدة بتاعته قليلة، السداد، كل الحاجات دي، والقرض الأصلي 30 مليون، فاحنا مرحلة أولى 15 مليون والمرحلة الثانية 15 مليون، كلها مشاريع صغيرة ومتوسطة وإن شاء الله ومتناهية.